يوسف، أعمل لك حاجة تشربها؟ أعمل لك حاجة تشربها؟ يبقى أنت يا عاملة مصيبة يا عايزة حاجة. لا خالص، بالعكس، دي حاجة هتبسطك. يا ريت يا سارة، أرجوكي ابسطيني. في عريس هنتجوز. هتتجوزي كده مرة واحدة؟ طب اشرحي لي. اشرح لك ايه بس؟ يعني هو ايه اللي ايه؟ مين هو؟ بيشتغل ايه؟ عارفاه منين؟ ابن مين؟ ابن مين؟ يوسف، احنا جوز امنا كان دفعتي في الجامعة. انت بتنسى ولا ايه؟ معنى ايه بقى الكلام ده؟ معنى ان احنا لازم ننزل على الارض ونعيش عشيتنا بقى، ونبطل نسأل الأسئلة اللي هتحرجنا قبل ما تحرج الناس. يا حبيبي، انت وريث امك واحد شمام، وهي سابته يقلبنا عايشة وميت، فعلى ايه بقى هنعمل فيها اعيان على الناس؟ طالما دخلتي في النبرة دي، يبقى الواد اللي انت عايزة تتجوزيه ده زبالة. بص يا سارة بقى، من الآخر، انت مش هتتجوزي إلا راجل عدل ومحترم يليق بيكي وبيا. عايزة تفضلي عاملة فيها ضحية الماضي ده براحتك، إنما أقسم بالله مستقبلك اللي بقالي سنين ببنيه مفيهوش هزار، مفيهوش هزار. استهدي بالله وبطلي فرق. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.